هذه المنظمة هي منظمة تابعة لمفوضية المجتمع المدني ذات شخصية اعتبارية ومالية مستقلة. تهدف هذه المنظمة هي إلى تأهيل وكوادر في مجال المحاسبة لتأهيلهم لسوق العمل الليبي، وكذلك طبعا هذه المنظمة هي تشمل المحاسبين وطلبة المحاسبة، طبعا لاستفادة طلبة من المحاسبين ومن أعضاء المحاسبين وتأهيلهم وإعطائهم الخبرة الكافية في المجال المالي. طبعا أحد أهدافنا هو تعريف بتخصص المحاسبة للمقبلين للدراسة في هذا التخصص، كذلك التعرف على ما وصلت إليه علم المحاسبة من التطور في المعايير من ولصة المهنة في الدول الأخرى. طبعا أنشطتنا السابقة كانت أنشطة متنوعة، أنشطة في مجال التدريب في مجال المحاسبة، كذلك عقد ورش عمل وندوات مع الدول المجاورة، دول المغرب العربي، دول مصر، دول السعودية، كذلك نمنح في شهائد بتعاون مع المعهد الأمريكي شهادة الخبير المالي نعملها حاليا. طبعا حفلنا اليوم هو حفلنا فرحتنا بتأسيس هذه المنظمة اللي كان لها دور في المجال المحاسبي داخل الدولة الليبية. عندنا طبعا احنا في هذا اليوم حنعلن لجائزة الريادة العلمية لأفضل رسالة ماجستير خلال من عام 2017 إلى 2021. طبعا احنا اليوم عندنا توقيع اتفاقيات تعاون مع ديوان المحاسبة الليبي وكذلك مع الجمعية الليبية الصرفة الإسلامية. طبعا عندنا هذه المنظمة عندها جميع الأعضاء من جميع الدول من جميع الدولة من جميع المناطق، أعضائنا يتم تأهيلهم بدورات عدة في المجال المحاسبي في المجال غير المحاسبي. نسأل الله التوفيق للجميع وبارك الله فيكم.